عليكم اخويا من 2016 وحنا تنلعبوا في هاد التيران هذا جاو دابا حيدوه لنا. علاش كنا نمشيو نديرو حنايا دراري تنلعبوا الكره؟ عندنا هاد التيران المتنفس الواحد اللي عندنا هو هاد التيران هذا. من حيدوه لنا دابا شنو غنديرو؟ غنمشيو للمشاكل البليه بزاف د الحوايج. هما اصلا باغينا نديرو هاد الشيء هذا من حيدوا لنا التيران فين تنديروا الرياضه، يعني باغينا نخرجوا لحوايج اخرى، فهمتي؟ ما غناش الخير من تدير لنا هاد الشيء، ما باغاش لولاد الشعب الخير. شنو غنديرو؟ هذا هو بوحدو التيران اللي عندنا فابور. هادشي تلعب التيران اخر ب 25 درهم الساعه. مالي انا راه ما عنديش، فقير، ما عنديش 25 درهم باش غنمشي لتيران الكازوده وغنلعب. تنجي هذا هو المتنفس الواحد حيدوه لنا. علاش؟ انا ولد الحومه اخويا، من 2016 وانا تنلعب في هاد التيران هذا. من جاو دابا حيدوه لنا، ما لقانا دابا المتنفس الواحد هو هذا اللي عندنا اخويا، ما عندناش شي حاجه اخرى. هذا هو هنايا فين غتبعد على البليه وغتبعد على المشاكل وغتبعد على بزاف د الحوايج. يعني من حيدوا لنا هذا الشيء راه غنخرجوا لحوايج اخرى بشويه بشويه، ماشي بدقه وحده، بشويه بشويه حتى غتخرج للبليه وغتخرج للمشاكل. خرجت شنو غتتفطق للحبس، يديروا لنا شي تيران اخر ولا يرجعوا لنا هذا الشيء هذا، ولا فهمتيني؟ يعني لا خلاونا لا واحد لنا التيران باش بغاونا نتبلاو. التيران هو اللي كنا كنتجمعوا، وانتوا كنا تلعبوا فيه الرياضه. دابا راه حيدوا لنا التيران، جيبوا لنا البيران وقهوه الشيشه وكذا نتبلاو. التيران اللي كنتجمعوا فيه كيجمعوا فيه الدراري الحومه، تبقاو كتجلس في الحومه كيجيو عليك المخزن. اجي تجلس في التيران هو اللي كتجمع فيه، كتلعب فيه كره، كتجي من المدرسه كتلعب كره. 2016 2016 حنا ما كنخلصوش حتى شي حاجه في التيران. يوميا نلعبوا، يوميا كنلعبوا، كنجيو من المدرسه كنلعبوا كندوشو كندخلو بحالنا للديور. واخا هو كيخلي كانوا المدرسه اللي مسكنه هي النوبيل ريز، هو اللي مسنا التيران. كيقول ولاد الداب ولاد الحومه خليهم يلعبوا. لا 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 ولاد الحومه حنا كنلعبوا، كنلعبوا تنوه في رمضان، كتكون هنا ملصقه تنوه كنلعبوا في رمضان. لا ما يمكنش، وحنا داخلين اخويا في العمار. هذوك تيقولوا لهم الشفاره اللي رفعوا دعوه باش يديو التيران ويديروا مدرسه. شنو باغيين يصنعوا اخويا؟ هما المدارس كاينين، عمر بن عبد العزيز، الرازيه، باطر، الليسي، عطاونا الليسيات اخويا. شنو هذا التيران شنو دار لهم اللي حيدوه؟ خويا كنشوفهم يديروا لنا شي حل في هذه الحومه هذيك، ديروا لنا شي تيران فين ما عندنا فين نلعبوا دابا حنا. صافي اختفي هي فين نبقاو نضيعوا وقتنا. اللهم نضيعوا وقتنا في الكره ولا نضيعوا وقتنا في شي حاجه وحده اخرى. حنا خويا جاتنا الغيره على هذا التيران هذا تيلعبوا فيه دراري الحومه وليداتنا وخواتاتنا. ودابا خويا هاد الناس انسات شو هاد الحقره هادي، هما جاو تيريبوا هاد التيران هذا انسات شو خويا الحاله هادي. دابا فين الساكنه ديال هاد الحي هذا خويا؟ دابا انسات شو خويا مريبين هاد التيران هذا تيلعبوا فيه الناس، تيلعبوا فيه الدراري ديال المدرسه دراري الحي. هذا هو خويا 2016 هو كاين هاد التيران وما هضروش عليه. دابا حتى 2021 هما عاد بالهم اخويا يريبوا التيران. اخويا تنلعبوا في هاد التيران اخويا، وفيها اخويا تنبدلوا الجو شي شويه. ما عجبناش الحال اخويا، حنا راه تدخلنا اخويا ماشي شي حاجه، راه غيره وصافي على هاد التيران هذا اخويا. ما نعرف هاد الناس فين غادي نمشيو دابا اخويا. حنا عندنا هاد التيران هذا هو فين كنلعبوا، تيلعبوا الدراري د الحومه خوتنا الصغار. ما حنا دابا ما عندناش فين غادي نمشيو. داز اخويا 5 سنين دابا 2016 اخويا تنتوجهوا للناس اخويا شوفوا يديروا شي حل لهاد الشيء هذا اخويا، ويحبسوا هاد الشيء هذا ويرجعوا التيران كما كان. انت اخويا كتشوف الحاله ديال التيران دابا، انت هما ضيعوا كلشي اخويا. اشترك الان في قناه آش واقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. آش واقع تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.